اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج فلوسنا، ورحب بكم ورحب بايضا ضيفي الكريم السيد الدكتور فرج بومطاري وزير الماليه السابق بحكومه الوفاق الوطني الدكتور فرج بومطاري. اهلا وسهلا بك دكتور فرج، واشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتي اليوم. شكرا لك سيد احمد، ورحب بك وبمشاهديك الكرام. اهلا وسهلا بك دكتور فرج. دكتور فرج، بدايه يعني صاير في لغط كبير جدا على موضوع الميزانيه. مشروع الميزانيه كان موجود على مكتبك لما كنت حضرتك وزير في بداية العام، كنت نعرف انك انت تعد في مشروع ميزانية، وكان مفترض انك انت تحط ميزانية جاهزة عشان تاخدها حكومة السيد عبد الحميد ومن ثم ترفعها البرلمان وتدير بها قانون الميزانية. اللي عرفت ايضا مؤخرا ان في كان ميزانيتين حطيتهم، زوز خيارات، ياريت تعطيني بالتفصيل الاولى ومن ثم الثانية، كم كان، ليش كانوا اولا، ليش كانوا زوز، وقديش قيم كل واحدة؟ نعم طبعا سيد احمد، خلينا نتفق من البدايه ان اي ميزانيه هي تمثل رؤيه حكومه، فبتغير الحكومات بالضروره حيكون فيه تغير في الاولويات، تغير في محتويات الميزانيه، في ترتيبها، فكل هذه الامور يجب ان تراعى. حتى قانون المال للدوله اعطى نوع من المرونه في موضوع اعتماد الميزانيه، ان مراحل اعتماد الميزانيه هي اعدادها من قبل اللجنه الماليه، احالتها لمجلس الوزراء، اذا كان راى مجلس الوزراء تعديل الميزانيه يرجعها مره ثانيه للجنه الماليه لتعديلها. نعم، فنتفق من البدايه ان الامور هذه تخضع لرؤى وتصورات الحكومه ووجهه نظرها، وإذا كان عندها برامج. الشيء طبعا اللي نحن قمنا به خلال سنة 2020، قمنا بالفعل بإعداد الميزانية العامة للدولة. انتهينا من هذه الميزانية في شهر أكتوبر 2020 لميزانية 2021. المنطقة الشرقية كذلك قاموا بإعداد ميزانيتهم وكانت جاهزة في نفس الوقت. اللي قمنا به هو عبارة عن تجميع للميزانيتين، ومن ثم تحديد بعض الأولويات، لأن الظروف اللي كنا نشتغل فيها ما كانش فيه حديث يعني بعد على موضوع تعديل سعر الصرف، ما كانش فيه رؤية واضحة في موضوع الاستقرار السياسي، في موضوع تحسن الاحتياطيات من الأجنبي، في كل هذه الأمور خلتنا نتحفظ بعض الشيء في موضوع إعداد الميزانية وفي تصوراتنا، فقمنا بإعداد أكثر من سيناريو للوضع القائم. بعد ما كان فيه تحسن في الظروف السياسية وتقدم في هذه العملية، قمنا بتجميع الميزانية كما ذكرت، وحطينا الأرقام حسب الأولويات. فالميزانية الأولى اللي هي طبعا تعتبر أساسية ومجمع للميزانيتين هي بسيطة جدا، تحتوي على انفاق حكومة الوفاق اللي يقدر بحوالي 33 مليار ونص، منها 21 مليار و 800 باب أول، باب ثاني حوالي 4 مليار، باب ثالث كان 2 مليار و 200، الباب الرابع كان 5 مليار ونص، فكان المجموع عبارة عن 33 مليار ونص حسب ما أذكر. جينا الميزانية المنطقة الشرقية كانت 9 مليار دينار. الفارق سعر الصرف، فارق سعر الصرف لما تم تعديله طبعا انفاقنا كحكومة يقدر بالدولار ما بين 5 إلى 7 مليار دولار سنويا في طيلة يعني السنوات الماضية، لكن كنا نتوقع أن يكون في بعض الزيادة فيما يتعلق بمصروفات التنمية، لأن جزء منها حيكون بالعملات الأجنبية. إجمالا كان تأثير سعر الصرف حدود 22 مليار دينار، فكان المجموع الميزانية خلينا نقول اللي هي معقولة في ظل ظروف مستقرة نسبيا، وتمثل خلينا نقول الحد الأدنى للإنفاق الحكومي، كانت حتكون عند مستوى 64 مليار ونص أو 800 يمكن في هذا 64 مليار، هذا مع الأخذ في الاعتبار تغيير سعر الصرف. نعم، تقدير سعر الصرف 22 مليار دينار. 22 اوكي. يعني هل نقدر نشبهوها بميزانيه 2019 مثلا لو كانت ب 64 مليار؟ ميزانيه 2019 حتكون مقاربه لها، لان ميزانيه 2019 كانت 46 مليار، لان كان فيها مصروفات التنميه 7 مليار، وكانت واخذه في الاعتبار طبعا الباب الاول كان متضخم نسبيا اكثر من سنه 2020. كان 25 مليار ونص. يعني الميزانية الأولى اللي قدمتها كم كانت دكتور؟ الميزانية الأولى اللي هي تقصد 2021. إيه 2021 طبعاً. 2021 هذه الأرقام اللي نذكر فيها طبعاً الآن، اللي هي 46 مليار وحوالي ونص، ضيف إليهن طبعاً بندين كان المهمات، لكن في نفس الوقت كانت مربوطة بمتغيرات تانية اللي هي فعلية يعني
تنفيذ تعديل سعر الصرف، يعني تحلحل العملية السياسية. فكان في بندين مهمات اللي هي الزيادة اللي قررناها للجهات العامة اللي هي خاضعة لجدول مرتبات قرار 27 لسنة 2011 بزيادة 20% اللي تشكل حوالي 2 مليار دينار، ضيف إليها علاوة الأسرة ب 6 مليار و 200 مليون. فكان الإجمالي خلينا نقول يعني مع ال 64 كان فيه حوالي 8 مليار، فكانت حتوصل الميزانية لحوالي 72 مليار دينار. 72 مليار دينار. طيب هذه نعم. الميزانية الأولى اللي قلت فيها إن 67 كانت ممكن تكون مقارنة لسنة 2019، معناها 72 مليار حتكون مازال أريح في 2019 اللي شهد نوعا ما استقرار اقتصادي نسبي. خلينا نقوله 2020 ما يقدرش ناخذها معيار لأن كان في حرب وقتها. نعم هذه مربوطة طبعا بأمور ثانية. خلينا نقول لك لأن احنا حطينا مستويين لما تلقينا مع المريخ المنطقة الشرقية، لما اشتغلت اللجان المالية اشتغلنا على مستوى يعني خلينا نقوله مستوى الوزارة ومجلس الوزراء، بدينا نحطه في الرؤى بالنسبة لميزانية 2021. لأن لما تقول لي علاوة الأسرة على سبيل المثال 6 مليار و200 وزيادة 20%، احنا واجهتنا مشاكل في السابق مع المصرف المركزي وكان فيه مشكلة في تنفيذ بعض القرارات من هذا النوع. يعني احنا لما خفضنا 20% في 2020 كان يفترض استعمال هذه الزيادة في تقليص الفجوة في المرتبات، لأن كنا نحكي دائما أن الفجوة بين الحد الأدنى والأقصى في المرتبات في الدولة الليبية للأسف يعني أكثر من 40 ضعف، والمعيار العالمي طبعا المقبول هو 10 أضعاف بين الحد الأدنى والأعلى. أنت يا دكتور واحد من الناس اللي الناس كرهت حتى الإصلاح على خاطر الكلام اللي درتوه أنتو. يعني حضرتك جد قلت أنت بنحي 20% من اللي ياخد مرتباته عالية وبنعطيها ل 20% من اللي ياخده في مرتباته مش كويسة، نحيته 20% وما اعطيتوش للناس اللي مفروض تعطوه. يعني درتوا الحاجة السيئة وما درتوش الحاجة الكويسة اللي راجي فيها كان الشعب. هو للأسف الموضوع مش بالبساطة هذه يا أخي أحمد. طبعا الموضوع لا خلفيات طويلة جدا ولا مشاكل طبعا كبيرة جدا. أنا راعي الشعور اللي عند بعض المواطنين في موضوع التخفيض وإنه عانوا من بعض المشاكل، لكن اللي نحب نقول أن فيه ناس مازال أقل منهم، يعني اللي تم تخفيض مرتباتهم مازال في ناس عندهم مرتبات أقل من مرتباتهم وقاعدين في قطاعات مهمة جدا، أهم القطاعات اللي هي عندها جدول مرتبات خاصة. يعني المعلم اليوم والموظف في القطاع الصحي باعتقادي هو أهم بكثير من موظف وزارة المالية والاقتصاد والديوان والرقابة وكل هذه القطاعات، لأن لما تبي تتعلم تبي تمشي للتعليم، تبي تعالج تبي تمشي للصحة، هذين الحاجتين أساسيات لكل دول العالم دائما تعطي فينا أولوية في الانفاق، الأولوية في المرتبات، الأولوية في كل شيء. فللأسف نحن أكثر شريحتين ظلمينهن ويعني جايين عليه اللي هي الصحة والتعليم. فالقضية الأساسية كانت موضوعنا أن نحن نبغى نقلص الفجوة. خليني نقول لك هو مش مفهوم بسيط موضوع أني بنخفض 20% ونعطيهن 20% لجهة تانية، بقدر ما كان هو تقليص الفجوة بين الحد الأدنى والأعلى. فكان الاستهداف أن الفجوة 40 ضعف أن نخفضوها لأدنى حد ممكن، ومن ثم يعيدوا هيكلة الوضع الاقتصادي اللي قاعد قائم. فاللي قمنا به لما خفضنا المرتبات في سنة 2020، في نفس الوقت كنا مقترحين هذه القيمة أنها تبقى في الميزانية العامة للدولة ونعالج بها بعض المشاكل الموجودة في الباب الأول. طيب لكن ليش خصمتوا 20% وما زدتوش 20% للطبقة اللي استهدفتوها بالزيادة؟ للأسف هي قدمت في الميزانية وتم تخفيضها من قبل المركز. يعني كلنا لاحظنا وطلعت حتى في الإعلام وحكيت عن هذا الكلام وقتها، وطلعت في مؤتمر صحفي في يوم اعتماد الميزانية اعتراضا على الشيء اللي تم هذا، وللأسف يعني لا أقول هذا بشكل واضح اللي وقف زيادة 20% للمرتبات غير 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 خاضعة الجداول الخاصة هو مصرف ليبيا المركزي مش وزارة المالية. هو مش 20% فقط، خلينا نقول لك يعني كان بتحكي على اللي تم إيقافه اللي تم إيقافه الزيادة 20% والإفراجات وبعض التسويات المالية لبعض الموظفين. كانت بتحكي على القيمة اللي هي التسويات المالية من بينها 8-3-1 8-3-1 طبعا بالضرورة هو موجود، كان متوقف بس على معارجة الأحوال المدنية لهذا الموضوع ليتم صرفه، لكن ما نحكيش على التسويات فقط، نحكي على طبعا 8-3-1 هو عبارة عن إفراجات وكان يفترض أن يتم معالجته. بالإضافة 8-3-1 في تسويات مالية لبعض الموظفين، يعني شخص مثلا تعين في 2014 تم الإفراج عنه في 2018
عنده مستحقات مالية لأربع سنوات. القيمة هذه طبعا تقديرها ما هوش موجود حتى عندنا وزارة المالية، حاولنا نجمعه لكن القيمة راهي تطلع بمئات الملايين لم تكن بالمليارات. فكل هذه الأمور اقترحناها في ميزانية 2020 ووضع لها مخصص، لكن للأسف طبعا ما تمش اعتماده. نعم. طيب يعني حضرتك تتكلم على الميزانية الأولى اللي اقترحتها 72 مليار، في ميزانية أخرى؟ نعم، القيمة الإجمالية للميزانية سواء المشروطة أو الغير مشروطة، غير المشروطة هي 97 مليار دينار. اتفقنا أن الـ 64 هذا الحد الأدنى في حال وجود 72 مشاكل. 72 أنت قلت لي 72 دكتور؟ لا، الـ 64 خلينا نوقف عندها، هذه هي القابلة للتنفيذ في حال وجود مشاكل اقتصادية وعدم تغيير سعر الصرف أو 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 إلى آخره بالنسبة للظروف اللي قاعدة قائمة. الـ 72 هذه عبارة عن زيادة 20% وعلاوة الأسرة، كيف ما ذكرت أن كان عندنا مشاكل من قبل في تنفيذها. ما كناش عارفين إذا كانت تعتمد وما تعتمدش، فبالتالي حطيناها يعني كبرنامج في حال تحسن الأوضاع وفي حال قبولها واعتمادها. الحاجات الأخرى اللي احنا ضفناها 8 مليار في احتياط الميزانية. طبعا قانونا أجاز القانون أن، وطبعا في سوابق للموضوع هذا، أن تم إضافة باب أو بند خاص باحتياط الميزانية. طبعا الاحتياطي هذا يتم توزيعه بناء على شروط يتم وضعها في قانون الميزانية، وكنا بنعالج به جملة من المشاكل. أهم هذه المشاكل خلينا نعدوهن يعني واحدة واحدة بالوحدة. المشكلة الأولى مشكلة الضمان الاجتماعي. مشكلة الضمان الاجتماعي طبعا متفاقمة جدا وتحتاج لمليارات لعلاجها، لكن كنا مستهدفين مرحلة أولى بحدود 2 مليار ونص لمعالجة بعض المشاكل اللي هي عاجلة، تسوية بعض المرتبات الضمانية اللي بتم زيادتها في السابق. المرتبات الضمانية خصوصا المتقاعدين يعرفوا الشيء هذا جيدا، ان في قرارين لم يتم تنفيذهم من سنة 2013، هو قرار 270 وقرار 271. وللأسف يعني القرارات هذه وضعت بطريقة ان مش قابلة للتطبيق، لان قرار 270 زاد نسبة الاستقطاع من 10.5% ل 22% على الكل، يعني سواء لمرتبة 400 دينار أو لمرتبة 20,000 دينار حيستقطع منه 22% بدل 10.5%. فهذه ما كانتش مقبولة بالنسبة لنا وكان صعب تطبيقها، وكنا نتفاوض مع الضمان في إيجاد آلية لمعالجتها. القرار الثاني 271 هي زيادة المرتبات الضمانية، فكنا نحاول نحط بعض الحلول لمعالجة المرتبات الضمانية كمرحلة أولى، ومن ثم معالجة هذه القرارات ومحاولة تحسين الطريقة اللي هي موضوعة به. المشكلة الثانية هي مشكلة التضامن، عندنا تراكمات كبيرة جدا في مرتبات تضامنية متأخرة، حاولنا نعالج جزء منهم في وقت ممكن عالجنا 4 أو 5 أشهر، وكان مازال في قيمة أخرى مطلوبة. الموضوع الثالث اللي هو موضوع الإفراجات، واللي أفرجنا عن 64 ألف موظف منهم في شهر ديسمبر 2020. بالمناسبة ذكرت ملاحظة على وزارة المالية في تقرير ديوان المحاسبة أن وزارة المالية أفرجت بالمخالفة عن 64 ألف موظف، وفي النقطة اللي بعدها تقول أن وزارة المالية قصرت في الإفراج عن 140 ألف موظف. ما نش عارفين هل الديوان يبينا نفرجه أو يبينا نوقفه كحكومة ولا كوزارة مالية. فالموضوع هذا طبعا كنا ماشيين في معالجته، اقترحنا الميزانية في 2020 للأسف لم تعتمد ميزانية إضافية، اقترحنا كذلك في ميزانية 2021. الموضوع الآخر المهم اللي هو التسويات السابقة واللي مسبب مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للموظفين. الدولة كيف ما ذكرت أن هي قيمة بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات بالنسبة للتسويات السابقة. الموضوع الآخر اللي هو الأحكام القضائية، اللي طبعا كل سنة وزارة المالية تدرج في هذا البند وتم رفضه من قبل المركزي لأسباب يعلمها الجميع، ويتم استبعاد هذه القيمة. طبعا كيف أنا لا أعلمها، شنية الأسباب اللي ما تخليش المركز أنه يحيل نفقات متاع قضايا في الخارج ممكن نخسروها؟ والله نفضل انك توجه السؤال هذا للمركزي وتاخذ يعني تفاصيل اكثر منه، لكن ثق وتاكد ان الجميع يعلموا السبب، لكن ما فيش حد قادر يحكي ولا حد قادر بما فيهم يعني حضرتك دكتور فرج مش قادر تقول. لا انا قادر ان نصرح، وقت ما كنت في وزارة المالية يا سيد احمد وصرحت وحكيت وطلعت في الاعلام اكثر من مره خصوصا على الاحكام القضائية، لكن للاسف ما فيش حد سمعه وما فيش حد دار اي ردة فعل. فالقيمة اللي قدرناها في حدود 600 مليون دينار.
نجوا لبند اخر اللي هو مهم جدا. 600 مليون دينار هذو كنتم مخصصينهم لمن؟ لاداره القضايا، الاحكام القضائيه. الاحكام القضائيه، الاحكام القضائيه كل ما تاخروا فيهم كل ما يزيد المبالغ تزيد سنه بعد سنه. لا مش بالضروره طبعا، هي التراكم، هي التراكم طبعا تراكميه، عمليه تراكميه، لان دائما في احكام قضائيه للدوله الليبيه. اذا كان ما سويتينش اول باول حيتراكم القيمه هذه توصل ل يعني قيم كبيره، يعني توحل حتى الدوله في سدادها. الموضوع الاخر اللي هو صندوق موازنه الاسعار اللي سبب مشكله كبيره جدا لسنوات، خصصنا له حتى هو من ضمن الثمانيه قيمه السداد الديون المتراكمه عليه. الموضوع الاخر اللي هو الخاص بالتعويضات، عندنا بعض اللجان اللي هي قامت ببعض التقديرات سواء في وزارة العدل والله في وزارة المالية وحصرت هذه القيم، لكن للأسف ما تمش أخذ خطوات إيجابية باتجاهها. أخيرا اللي هو ديون الجهات العامة اللي تقدر بحدود يمكن حسب التقديرات الأولية كانت من 7 إلى 9 مليار دينار. 7 و 9 مليار دينار ديون لمين؟ 7 إلى 9 يمكن، يعني جهات عامة مختلفة. في من الدفاع، في من الداخلية، في من الصحة، في من التعليم، في من يعني مجموعة يعني 97 مليار كانت بتحل مشاكل قديمة، مشاكل مش بهذه الطريقة. طيب نبي نوقف بس على الموضوع هذا مهم جدا بس دكتور فرج، لأن لما يطلع مش ما ناخذش الكلام خارج سياقه. اوكي مش ما تاخذش الكلام خارج السياق. انا قلت انه معلقة على شروط طبعا بالنسبة لتسهيل هذه القيمة، نحن نعرف أن هي حتأثر على الاقتصاد، حتأثر على القوة الشرائية، حتأثر على الاحتياطيات النقد الأجنبي. فهذه الأمور لازم نتفق عليها كلنا كسياسات اقتصاد كلي في آليات تسهيلها وفي آليات معالجتها. حنرجع لهذا الموضوع، حنرجع لهذه النقطة بس لموضوع نعم. مثلا الأحكام القضائية دكتور، المصرف ليبيا المركزي طلع في تقرير ربع سنوي ونلقوا ان في المصروفات هي مدرجه في سطر بروحه يدير فيهم ضمن الكتيبه اللي تحت الجداول يحط فيها، صح ولا لا دكتور؟ نعم. يعني كان يصرف في فلوس للقضايا؟ لا لا لا، هي ذكرتها لي انت مره لكن تاكدت من هذا الموضوع وما فيش يعني اي قضايا سددت ولا اي قيم دفعت لقضايا. يعني غير حقيقي اللي يدرج فيه غير حقيقي. طيب في حادثة، في حادثة مهمة جدا دكتور فرج بومطاري، في ورقة التسليم والاستلام، رغم علاقتي الطيبة معك لك ما حصلتش منك، انت حاط في التسليم والاستلام قضية جنكيز التركية مقايل فيها او اعترضت فيها على ان محافظ مصرف ليبيا المركزي تصرف منفردا وبالمخالفة للقانون بسداد ايش وخمسين حاجة وخمسين مليون دولار لشركة تركية اسمها جنكيز متاع كونستراكشن، ومن شأن هذا الاجراء ان يكون سابقة لشركات اخرى تركية وغير تركية وتستحوذ على كل اموالنا ربما في الخارج. احكي لنا تفاصيل هذا الموضوع لو سمحت دكتور فرج. نعم سيد احمد، دون الخوض طبعا في التفاصيل لان الموضوع هذا سرب اصلا في 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 وقتها، وبالمناسبة هو محضر تسليم الاستلام منشور، نشر في وقت التسليم الاستلام وفي كل هذه البيانات. وين نشر؟ من السابقة الخطيرة اللي تمت نشر على الصفحة الرسمية لوزارة المالية وأعتقد في الويب سايت موقع. بس في جزء منه، بس موضوع جنكيز ما كانش من ضمن المنشور في تقرير اللي طلع وزارة المالية. لا لا كان 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 موجود لكن مش المرفقات اللي كان مش المرفقات نفسها الملاحظة. وليس أي. المرفقات نعم مزبوط. طبعا المرفقات فيها مستندات رسمية، فتداول المستندات الرسمية طبعا يعني أمور حساسة فيها مراسلات داخلية. أوكي. فاللي صار أنه تم التصرف بأموال المصرف المركزي في بنك زراعات لسداد قيمة الدين على الدولة الليبية، وقانونا المسؤول عن سداد الديون سواء داخلية ولا خارجية هي وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة القضايا إذا كان في أي خطوات تقوم بها إدارة القضايا. وبالمناسبة نحن طبعا خطبنا حتى إدارة القضايا في وقتها على هذا الموضوع، وكانت وجهة نظرهم عدم السداد أو عدم دفع القيمة، ونتفاجأ بعدها أن المركزي قام بدفع هذه القيمة من حساب بنك زراعات وضعف موقفنا كدولة ليبية. وأعتقد أنه حيعتبر سابقة لشركات أخرى إذا ما توصلوا إلى المستندات الرسمية هذه واستندوا عليه. هذا سبب طبعا احنا ما نشرناش هذا الموسيقى لعدم تعريضنا لمخاطر رفع قضايا من هذا الشكل. فاللي صار طولب منا
في وزارة المالية أن نقوم بإعداد بعض المراسلات في هذا الموضوع لتغطية مقام قمرية المصرف المركزي، ورفضنا هذا الموضوع جملة وتفصيلا، وخطبنا المركزي بالتزام حدود وعدم القيام بهذه الخطوة لأنها تضر بمصالحنا وتضر بالدولة الليبية. لكن للأسف كان الوقت متأخر وتم سداد هذه القيمة، وبالفعل تورطنا، والآن ننتظر إذا كان في أي مشاكل أخرى ممكن تحدث أو قضايا من هذا المثال، لأن أبسط شيء ممكن تديره الشركات الأخرى أن تتجه الأموال المركزية كسابقة أن استعملت فيها أموال مؤسسة مستقلة حافظت على استقلالها طيلة هذه السنوات ودفع ديون خاصة بالدولة الليبية. فباعتقادي أن هذا الموضوع خطير جدا ويجب الوقوف عنده ومحاسبة المسؤولين عليه. هل بلغت النائب العام بهذا الفعل دكتور فرج؟ نعم، كل مراسلاتنا فيه صور لمكتب النائب العام، وهذا الموضوع بالذات يعني خطبنا فيه إدارة القضايا للسؤال، يعني بالرغم من أن عندنا الإجابة لهذا الموضوع، لكن لزيادة التأكيد خطبنا إدارة القضايا بالمراسلة الرسمية فيها صور لجميع الأجهزة الرقابية ومكتب النائب العام، وكان الرد بالاستغراب عن تفكير وزارة المالية في سداد هذه القيمة. يعني حتى الرسالة جت بلهجة مستغربة. يعني حتى أنتم مفروض ما كنتوش فضل دكتور. نعم، فجت بلهجة مستغربة لتفكير وزارة المالية، مجرد التفكير في هذا الموضوع، يعني مش أن تقوم بهذه الخطوة وتسدد يعني. نعم. المركزي مفروض لا من قريب لا من بعيد المفترض ليه دخل بهذه الأمور، أن يسدد. نعم. قضاء أن يسدد التكاليف، هذا كله شغل وزارة المالية، القضايا والأمور هي. نعم. وإدارة القضاء بالتنسيق. نعم. مع إدارة. نعم. القضايا وليه خط. نعم. يعني نعم. هو المركزي لم ينسق حتى مع إدارة القضايا في هذا الموضوع، ما عندناش خلفيات، لكن المراسلة اللي جاتنا توحي بذلك، يعني مراسلة إدارة القضايا توحي بأن ما فيش تنسيق، لأن كانت لهجة استغرابية في تفكير وزارة المالية في هذا الموضوع، يعني توحي بأن ما عندناش خلفية على موضوع السداد من عدمه. طيب نرجع لموضوع 97 مليار و72 مليار، هذا اللي قدمتم. خليني نقول 72 مليار مع تعديل سعر الصرف وكل شيء، خلينا ننسى ال 64 دكتور. انت خليت على طاولتك ميزانيتين 72 و97 مليار اليوم. في كلام على 111 مليار، في كلام على 110 مليار، هل تقترب حتى الاقتراب؟ هل من ضمنها صندوق موازنة الأسعار ال 110 هذه زي 97؟ هل من ضمنها سداد قضايا؟ هل من ضمنها يعني سداد أشياء مش هنقعد نسد فيها كل عام، يعني أشياء مرة واحدة بنسد، علاج لمشاكل تراكمية من قبل نحلها في مرة واحدة ومن ثم تنتهي، هل قريبة من الميزانية اللي موجودة حاليا أو بعيدة؟ خليني نقول لك، هو قياس الميزانية ما يتمش بحجمها، يتم بهيكل الميزانية نفسها في ذاتها. يعني لأن عندنا ثلاث أنواع نحن من الإنفاق، اللي هو إنفاق حكومي، وكل نوع عنده أثر اقتصادي معين. يعني لما نشوف النفقات التسييرية يعني أثرها يكاد يكون معدوم بالنسبة للاقتصاد، لما تجي المرتبات ولا المصرفات التسييرية أو الدعم بالعكس ممكن يكون حتى أثرها سلبي. النوع الآخر اللي هو المصرفات التنموية يعتبر أثرها إيجابي. النوع الثالث اللي هو الإعانات الاجتماعية أو المساعدات الاجتماعية، يعني بعض الدراسات أثبتت أن يكاد يكون مستوى الأثر الاقتصادي للإعانات الاجتماعية موازي للمصرفات التنموية. فهذين الثلاث أنواع من المصرفات اللي تقوم بهن الحكومة وتحط بهن ميزانياتها بيش تخلق نوع من الاستقرار الاقتصادي. هم طبعا الحكومات دول العالم كلها تركز على ثلاث أشياء، هذين اللي يهمه المواطن. خلينا نقول الشيء الاول، المواطن يهمه انه ما يكونش في تضخم في الاسعار، يعني ما نطلعش برا نلقى الاسعار مرتفعه وكل يوم في الزايد. الموضوع الاخر اللي يهم المواطن انه تخلق له وظائف، يعني بعد ما نطلع من نتخرج من الجامعه او نطلع من معهد او غيره نقدم على وظيفه نلقى وظيفه تنتظر فيها. الشيء الاخر اللي يهم المواطن انه يكون فيه نمو، يعني بالنسبه لي انا بنطور دائما من نفسي، اليوم عندي 1000 بكرة 2000 بكرة 3، فنمو الاقتصاد حينعكس بشكل إيجابي على الناس. فالثلاثة هذين للأسف يعني عندنا في ليبيا طيلة السنوات الماضية، يعني خلينا نحكي 50-60-70 سنة، ما كانش الموضوع هذا ملموس. أنا رجعت الميزانيات لأكثر من 50 سنة ما فيش ولا ميزانية نصت على هذه المواضيع في طياتها،
باستثناء فتره معينه ممكن فتره الدكتور محمد بيت المال الدكتور سنه بن غربيه، يعني تلاحظ ان فيه قوه كانت في الميزانيه بعض الشيء، لكن الظروف العامه ما كانتش تسمح بانه يكون فيه سياسه ماليه فاعله نتيجه الظروف السياسيه، لكن كتطبيق لسياسات حقيقيه على ارض الواقع ما كانش فيه يعني تطبيق حقيقي. اللي قاعدين فيه الان نحن في الثلاثه هذين طبعا فيه بعض الحالات اللي هي يدخل فيها الاقتصاد في حاجه تسمى يعني مش الكساد، خلينا نقول التضخم الركودي. التضخم الركودي، لان الثلاثه هذين لما تجي انت تقول لي والله اللي نعانوا منه اليوم تضخم في ليبيا، مع تضخم قله وظائف انخفاض في الوظائف ومع انخفاض في النمو، فحل مشكله الوظائف انك تبي تزيد الانفاق في الميزانيه العامه باش تخلق وظائف في القطاع الخاص. لو زدت الانفاق بيزيد التضخم بالضروره. حل مشكلة التضخم تقلل الانفاق، لو قللت الانفاق بتقلص النمو وبتقلص الوظائف. فبتخش في 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 المرحلة هذه إذا كانت دخلت فيها تقعد عندك صعوبة في الخروج منها إذا ما كانش فيه أولا تناغم بين السياسات الثلاثة، وثانيا يكون في حكمة في هيكلة الميزانية واستعمالها واستعمال السياسات الأخرى في الخروج من هذه المرحلة. واحدة من الأشياء اللي استهدفناها نحن في وزارة المالية اللي هو إعادة هيكلة الانفاق. اللي استهدفناه انه باش تحافظ على معدلات التضخم وانه ما تزيدش، انه يكون في عند نفس مستوى الانفاق بالنسبه للميزانيه العامه للدوله. اللي درناه هو عباره عن اعاده هيكل. اعاده الهيكل انعكست في حاجتين، الاولى في تعديل سعر الصرف. لو تلاحظ ان ميزانيه 2020 اللي قدمناها لاول مره منذ 10 سنوات ارتفعت ميزانيه التنميه عن 10%، ممكن وصلت حوالي 15% من الانفاق الحكومي، فكانت سابقه طيله العشر سنوات الماضيه، لكنا خصوا في اقل من 10% ولكن نصوا فيه فعلا اقل من 5%. فتعتبر اول سنه يزيد فيها الانفاق التنموي فوق ال 10%، وصلت اعتقد ل 15%، فكان يفترض انه يكون فيه اثر ايجابي. الخطوه الثانيه كانت في اعاده هيكله الانفاق التسييري نفسه بذاته. واقترحنا بعض المعالجات فيما يتعلق بالاعانات الاجتماعيه، لان اثر الاقتصاد يعتبر افضل مقارنه بالانفاق التسييري، فكان عندنا بعض الخطوات كيف ما ذكرت في موضوع جدول المرتبات، في موضوع شبكه الامان الاجتماعي. كنا بنتخذوا بعض الخطوات اللي هي التعديليه لتحسن الوضع الاقتصادي وتحسن من اثر الميزانيه العامه للدوله على 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 الاقتصاد ككل. حنرجع لهذه النقاط بهذه الطريقه. حنرجع بهذه الطريقه حنخرجوا من تضخم، حنخرجوا من انخفاض التوظيف، حنخرجوا من مشكله انخفاض النمو. تفضل. خلينا ناخذ فاصل قصير اعزائي المشاهدين والدكتور فرج بومطاري ونرجع من جديد. أرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب مرة أخرى بالدكتور فرج بومطاري. أهلا وسهلا بك من جديد دكتور فرج. نرجع معك لآخر كلمة، يعني كلام كان يخوف، احنا خاشين في ركود سميتها تضخم ركودي ولا شن المصطلح بالضبط اللي سميتها؟ هو بالإنجليزي يسموه فيه ستاغفليشن أو تضخم ركودي أو تضخم ركودي. نعم. هذا الناس حاسين يعني احنا دوامه يقولوا ان صعب تطلع منها بعدين يعني. نعم اي يعني في تضخم في الاسعار والناس مش قادره يعني ما عندهاش قدره شرائيه في نفس الوقت ببساطه. أي. نعم. هذا اليوم حاسين به الناس، واعتقد اذا استمر الصرف بالطريقه هذه لنهايه السنه حيكون اثره غير ايجابي. هل احد اهم الخطوات اللي المفروض تندار اليوم هو تغيير سعر الصرف أم الاتجاه للتنمية في هالحالة هي؟ أم الزوز مع بعض؟ أم أن الجواب السؤال أصلاً خطأ؟ هو خلينا نقول لك ما نحكمش على الميزانية بالرقم اللي قاعدة موجودة به بقدر ما نشوف المحتوى والهيكلية، وثاني حاجة الأهم اللي هي آلية التنفيذ، لأن مسألة تنفيذ الميزانية نفسها مفروض تتبعها سياسات أخرى وخطوات ثانية. خلينا نقول لك هو الموضوع مربوط بالسياسة النقدية من حيث ميزان المدفوعات، من حيث سعر الصرف، مربوط بالسياسة التجارية فيما يتعلق بموضوع القطاع الخاص وكيفية تحفيزه. لأن شنو يصير طبعا خلينا نحكي لك ببساطة، أنت لما تعدل سعر الصرف وتخفضه اللي بيصير ببساطة جدا أنك ترتفع قيمة البضائع اللي جاية من برا وتقل قيمة البضائع اللي أنت تبي تصدرها للخارج، تقعد عندنا قدرة تنافسية في التصدير. يعني معظم الدول اللي تقوم بهذه الخطوة لازم تكون عندها خطوات مدروسة في موضوع تشجيع التصدير المحلي والاعتمادية المحلية وتخفيض الاستيراد.
فهذه واحدة من الخطوات اللي يفترض أن أن تقوم فيما يتعلق بالسياسة النقدية والسياسة التجارية. بعدين نجول للسياسة المهنية فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، كم تنفق، شو اللي تنفقه تسييري، شو اللي تنفقه يعني تنموي، يعني يعني وشو اللي يعني تنفقه عمل اجتماعية. الحل الأول مفروض تغيير سعر الصرف. اليوم سعر الصرف عالي جدا، وانخفاض 20 مليار في 6 شهور من الكتلة النقدية حتى هو حيأثر بالسالب على الكلام اللي قاعد تحكي فيه دكتور، صحيح ولا لا؟ نعم، انت لما تجي تسحب في 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 عملة من السوق وتضخم في الأسعار، يعني الآن مشكلة التضخم من حلتش، مشكلة التوظيف من حلتش، مشكلة التصدير ما انحلتش، مازال في اعتمادية على الاستيراد وما فيش تصدير قوي بالنسبة للبلاد. فكل هذه الأمور يعني كان كود معدوم فيها أثر تعديل سعر الصرف. وكل يعني اللي خايف منه إن بعد سنوات يعني من الآن حنرجع لنفس السيناريو في موضوع تعديل سعر الصرف، لأن اللي نشوفه فيه اليوم يعني بعض الخطوات اللي اتخذت في موضوع زيادة الانفاق التسييري، إلغاء تخفيض 20%، زيادة بعض المرتبات، تفكير في زيادة تفعيل بعض القرارات والقوانين اللي قاعدة موجودة الآن وخاصة بزيادات المرتبات. نتمنى أن كل هذه تكون مدروسة في إطار. لحظة دكتور بس معلش اسمح لي قطع عليك. موضوع زيادة المرتبات، أنتوا كوزارة مالية نعم. ما عندكمش دراسة لو كان تم تنفيذ كل قرارات الزيادة مع كل قرارات التعيينات نعم. قديش لوين يوصل بند المرتبات؟ خلينا نعطيك من الأرقام بشكل سريع. عدد موظفي الدولة اليوم يجاوز 2,300,000 موظف. جداول المرتبات اللي موجودة ومش مطبقة، عند قانون زيادة التعليم، قانون زيادة الجامعات، قانون زيادة الداخلية، قرار زيادة المؤسسة الوطنية للنفط، قرار زيادة العناصر الطبية الطبية المساعدة وغيرها من القرارات اللي تم تنفيذها حتى بشكل جزئي ما نفذتش بالكامل. فإجمالي القيم هذه كلها حسب العملية البسيطة اللي قمنا بها في وزارة المالية يتجاوز حوالي أكثر من 60 مليار، ممكن يوصل حتى 70 مليار دينار. 70 مليار دينار ليبي مرتبات؟ نعم. فهذه الحالة نحكو على سعر صرف 10 دينار إذا كان نبغى نستمروا في عند نفس مستوى الإنفاق الحكومي في حال تنفيذ كل هذه الزيادة. والمشكلة مش حتوقف هنا، لأنك لما تزيد هالقرارات وتزيد هالقوانين حتضطر أنك تزيد جهات أخرى، لأن بتبدأ تضعف القوة الشرائية للدينار الليبي ويبدأ الضغط يزيد من جديد لزيادة هذه القيم. لأني خلينا نقول لك اللي صاير في حالة الركود اللي عندنا والتضخم اللي عندنا، أن بمجرد ما تزيد أسعار السلع، لأن تعدل أو تغير سعر الصرف بيضغط بالضرورة على تعديل قيمة السلع. قيمة السلع حتأثر على مستوى المعيشة، مستوى المعيشة حيؤدي للضغط على زيادة المرتبات، زيادة المرتبات حتؤدي للضغط على تعديل السياسة النقدية وتعديل سعر الصرف. فالحلقة هذه إذا كان موقفتش حتستمر إلى ما لا نهاية. وإحنا عندنا أمثلة الآن موجودة وحية في دول أخرى خشت فيها الدوامة وما طلعتش منها ليومنا هذا يعني. فاللي خافوا منه بالنسبة لنا ك يعني يعني متابعين للمعهد للمشهد إنه حيكون فيه نفس الخطوات وإنه يكون فيه نفس الإشكال، إلا إذا كان فيه تفكير جدي. طيب دكتور فرج بومطاري انقطع الاتصال معانا، قال كلام مخيف الحقيقة. بند المرتبات، قال أسألت على الزيادات اللي في بند المرتبات لو كان طبقت كلها، نسمع في هالبقطاعات الطالب بزيادة مرتباتها، قالك لو كان تم وجمعنا كل العقود هذه والزيادات هي وكل هذا والتعيينات الجديدة وكذا، حيصل بند المرتبات لسبعين مليار دينار ليبي. لما تزيد الدقيق الطحينة حتى هي بتزيد، اللي هو سعر الصرف بيتغير، قالك بيوصل لعشرة، فوق العشرة دينار مباشرة. أي حد يبي زيادة مرتب لازم يعرف أن في قوة شرائية ضعيفة حتصير للدينار الليبي. إحنا لازم نفكروا بأن مش مهم عندنا زي ما صاير مثلا العراق. العراق اليوم عندهم أو فنزويلا، مش مهم قداش تقبض من دينارات كمرتب، المهم الدينارات هي شن تعبيلك الشكارة اللي تعبيلك فيها. في 2010 150 دينار تعبيلك شكل، واليوم تعبيلك شكل آخر بكل 150 دينار. هذا اللي احنا نسعوا ليه، المفترض ان احنا نسعوا، الحكومات تسعى لزيادة قوة الدينار متاعنا مش زيادة مرتبات، لأن زيادة المرتبات عبارة عن حلقة حنخشوا فيها دوامة زي العراق بالضبط، حنقعدوا عام ورا عام نقعدوا نزيدوا في المرتبات
إلى أن يولي دينارنا أضعف 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 ويتسبب في الانهيار. شباب لو كان حاولوا بس مع الدكتور فرج بنطاري إذا كان قدرنا نتحصل عليه مرة ثانية. خلينا نذكر بأهم الأشياء اللي تكلم عليها السيد فرج بنطاري. السيد فرج بنطاري أيضا تكلم قال إن في زيادة 20% ونقصنا 20%. هو يعني أنا بسطت الحكاية في موظفين نحالهم 20% لأن مرتباتهم عالية، في منهم لا لو كان حيرجع حنسأل عليهم، وفي اللي هم يأخذوا الجداول الخاصة، فكان هو بيأخذهم من اللي فوق وبيعطيهم للي لوطة. السيد الصديق الكبير قبل إنه يتنحى ينخصم 20% على حسب كلامه، وما قبلش السيد الصديق إنه تنزاد الزيادة هي وسكرها على 20%. فبالتالي الناس كرهت حتى كلمة الإصلاح، ديما الإصلاح يجي على راسهم، مش الإصلاح مش ديما يجي على راس الناس. المفروض إحنا قاعدة حالتنا في ليبيا المالية والاقتصادية كويسة، المفترض ما يكونش الإصلاح على راس المواطن. أعتقد أن أهم شيء قاله في الحلقة السيد فرج بنطاري، أشكره لشجاعته الحقيقة، أعلم هذه المعلومة ولكن من النادر أننا نلقى رجال تقول في هذا الكلام. السيد فرج بنطاري اعترض لما كان وزير، مش توا، لما كان وزير على سداد قيمة مالية بملايين فوق 50 تقريبا 56 مليون دولار لشركة تركية اسمها جينكيز بدون إذن وزارة المالية، سددها المركزي بروحها بدون علم وزارة المالية ولا علم إدارة القضايا. هذا بالضبط كأن مثلا وزارة الزراعة مش تخلصت الشركة، هي ما لهاش علاقة، مصرف ليبيا المركزي ليس له أي علاقة بهذه الأمور. راسل هو ربما اللي ما قالاش السيد فرج بنطاري، تمت في مراسلات من مصرف ليبيا المركزي يبوم يديروا الإجراء هذا، بس السيد فرج بنطاري لم يقبل، لأن مشكلة مش في الخمسين في الستة في الستة وخمسين مليون أو الخمسة وخمسين مليون دولار فقط اللي بتنعطى لجينكيز. القضية هذه حتعتبر سابقة وحيجوا شركات أخرى تركية وربما موجودة أخرى في مكانات تانية في العالم، وحتقدم مستندات إذا كانت حصلت على المستندات اللي موجودة في تركيا أكيد الأتراك حيساعدوهم، مش يقدموا قضايا وتعتبر سابقة. وشركة جينكيز حاليا أنا نعرف أن هي مقدمة قضية قد تصل غرامتنا فيها لـ 800 مليون دينار. السيد فرج بنطاري دولار اعترض على هذا الكلام واعترض على تصرفات السيد الصديق الكبير، وسألت قلت له على إدارة القضايا هل كانت موافقة هل في تنسيق، قال لي لا أعتقد أن هنالك أي تنسيق، لأن لما وزارة المالية سألت إدارة القضايا، إدارة القضايا قال زي ما قال الدكتور فرج بنطاري زي اللي قلت له شن دخلك أنت على شو أسأل عليه، أصلا الموضوع هو موضوع نحن وإدارة القضايا هي اللي مفروض تفتي فيه، فكيف انت قاعد تدرس هيك وزير مالية؟ يعني هو الأقرب لهذا الاختصاص هو وزير المالية مش محافظ مصرف ليبيا المركزي. علاش دار هيك سيد المحافظ؟ علاش أعطى فلوسنا بهذه الطريقة؟ علاش بيضيع هذا؟ كلها أسئلة ما نقدرش نعرفها. سألت أيضا على دكتور فرج بنطاري، عطل شكله مازال بندوي هلبة. سألت الدكتور فرج بنطاري على الميزانية، احنا نسمع اليوم ان في ميزانية ب111 ولا 110 مليار دينار ليبي، قال أنا أعديت مشاريع للميزانية، اللي يعد المشاريع للميزانية بعدين تمشي للبرلمان تتقدم بعدين يديروا بها قانون وتطلع قانون ميزانية. دار مشروعين، جهز مشروعين، مشروع ب 72 مليار دينار ومشروع ب 97 مليار دينار. الميزانية متاع 72 اللي جهزها قال هي قريبة جدا من ميزانية 2019 تقريبا، بنفس مع اختلاف في سعر الصرف. احنا مثلا النفقات اللي بالدولار هذه بتنضرب في 4.48، لكن بالدينار بتقعد زي ما هي المرتبات والاشياء هذه كلها. فتم التعديل على 72 كنفقات اعتيادية مش تقشفية، عادية جدا، 72 مليار دينار حسب مصفى الدكتور فرج بنطاري. 97 مليار هذه سماها ميزانية مشروطة، ميزانية مشروطة يعني فيها شروط، يعني قال لك أحد هذه الشروط مثلا أن يكون في تدفق للنفط، ما فيش إقفال، أن تكون أسعار العالمية للنفط كويسة، أن تكون في توحيد للمؤسسات وما إلى ذلك.
لو كان قدرنا نوصل لهالشروط هذه كلها نقدر ننفق 97 مليار الميزانية المشروطة في شني؟ في سد قضايا، في سد سداد جزء من سداد مثلا صندوق موازنة الأسعار، سداد أشياء كيف يعني أشياء التزامات على الدولة قديمة تنصرف مرة واحدة ومش ضروري تنصرف نفسها العام الجاي. ففي ميزانيتين، ميزانية صغيرة وميزانية كبيرة. السيد عبد الحميد مشي للي أكبر منها. سؤالي كان إن كيف حتكون التنمية. السيد فرج بومطاري يتكلم اليوم عليه ركود اقتصادي موجود في البلاد، وهذا حاسين به اليوم في الدولة الليبية بسبب غلاء سعر الدولار 4 جنيه و48. مفروض الحكومة اليوم مع مصرف ليبيا المركزي يفكروا كيف يقووا الدينار الليبي، مش يفكروا كيف يزيدوا نفقاتنا. كنت نبي نسأل الدكتور فرج، إن شاء الله يرجع معنا، كنت نبي نسأل الدكتور فرج عن يعني تغيير المعايير في 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 لدى مصرف ليبيا المركزي، طريقة تعامل مصرف ليبيا المركزي مع حكومة لما كان موجود فرج بومطاري دار مشكلة كبيرة خاطر 6 مليار أو 7 مليار. اليوم ما نشوفوش في نفس المشاكل اللي هي قاعد يصرف بدون قانون ميزانية. أعطوني فاصل قصير لو سمحتوا أعزائي المشاهدين، الدكتور فرج ممكن عنده مشكلة. يا ريت تعودوا له، يا ريت تعودوا له إذا كان أعطوني فاصل قصير أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم من جديد، ونعتذر على هذا الخلل الفني من المصدر. الدكتور فرج بومطاري تسمع فينا بوضوح الآن؟ أنا أسمع فيك أخي من نعم. أوكي طيب دكتور، وقفنا عند يعني طيب وقفنا عند 97 مليار وكيف كانت كيف كنا بننفقوها، و 72 مليار وأيضا كيف كنا بننفقوها. هل تشوف الحكومة الحالية اليوم تسوق وكأن ما عندهاش ميزانية؟ هل هذا الكلام سليم دكتور؟ هل هناك وجه أصلا اختلاف بين اللي صاير توه وبين مثلا الترتيبات المالية اللي ما كانتش اسمها ميزانية حتى ما اعتمدتش من البرلمان؟ نعم أخي أحمد، طبعا هو القانون ميز بين حالتين وعطى مرونة للحكومة أن هي تصرف وتسير أعمالها في حال عدم أو تأخر اعتماد ميزانية عامة للدولة. فاللي ما تمش هو اعتماد قانون ميزانية فيما يتعلق الحكومة بكامل برامجها، بكامل قيمة، بكامل مخصصاتها. فلما تحكي على مخصصات في حدود من 90% حسب اللي نسمع فيه ومتداول في الإعلام، وما تم انفاق الآن ونحكو عليه الآن، نحن في شهر 9، فاللي منفق قل من نصف أو حوالي نصف القيمة اللي هي مقدمة البرلمان. فالموضوع هو نسبي خلينا نقوله بالدرجة الأولى، بالرغم من عدم توفر التفاصيل، لأن المركزي كان في السابق ينشر في تقارير الانفاق الحكومي، لكن الفترة الأخيرة ما لاحظناش أن فيه إفصاح بالنسبة لي ما يتم انفاقه كل شهر. لكن نسبيا كيف ما ذكرت يعتبر أن قانون الميزانية ما زال ما اعتمدش كامل القيمة اللي يفترض أن يتم التحكم فيها ووضع البرامج عليها، ما هيش موجودة. فالموضوع هذا نسبي خلينا نقوله وما نقدرش نحكو فيه. طيب هل عندك خلفية على 111 مليار كيف مبوبينا؟ يعني في باب طوارئ خامس جديد، ويعني ما التزموش بنفس الكلام اللي انت حطيته. 97 مليار كان في أسباب لوضعها، لم يلتزم بهذه الأسباب، ولم تعد مشروطة الميزانية، وبالتالي تغيرت كليا. شنو وجه التغيير اللي صار بين 97 وبين 111 مليار اللي طلبها السيد عبد الحميد؟ نعم، اللي ذكرته في البداية أن كل حكومة يفترض يكون عندها برنامجها الخاص بها،
وتحاول تكيف الميزانية وتعكس هذا البرنامج في الميزانية العامة للدولة. لكن الخطورة اللي ذكرتها أن لما حطينا الأرقام وحطينا الميزانية العامة للدولة كانت فيها مجموعة شروط ومجموعة خطوات ومجموعة محددات يتم بناء عليها تنفيذ هذه الميزانية. فاللي ما نعرفهاش طبعا أما إذا كان فيه فعلا خطوات مدروسة، إذا كان فيه أهداف محددة، إذا كان في شيء يبي يندار في ظل هالميزانية هذه المعتمدة بالرقم الكبير اللي شفناه، فهذا الموضوع يعني يتحمل أكثر من وجه وأكثر من تأويل. فإذا كان بنستمر في موضوع الانفاق التسييري وفي زيادة المصروفات التسييرية، يعني من الآن نقول لك أن ما زلنا قاعدين نخوض بمشاكل، وما زلنا قاعدين نأزم في الوضع الاقتصادي، وما زلنا قاعدين نكبر في المشكلة اللي موجودة. ما دامك تقول قاعد مش تسييري معناها تنموي، صحيح كلامي ولا؟ يعني إذا كان ما خلينا نقول لك أنا نحكي على آثار اقتصادية لأنفاق، ما نحكوش على حجم أنفاق. يعني خنبسط بس الكلام دكتور للسادة المشاهدين عشان يفهموني. اللي قاعد تقول فيه حضرتك أن لا يا أحمد ما تشوفش الميزانية قداش كبيرة ولا صغيرة، شوف وين بتنفق الميزانية هيك نقدر نتكلم معك، صحيح كلامك دكتور ولا؟ نسبيا نعم، لأن حتى لو افترضنا أن فيه يعني زيادة في حجم الانفاق التنموي وزيادة في حجم الميزانية في ذاتها، ما زال في محددات أخرى لازم نشتغلوا عليها، لأن تعديل سعر الصرف خطوة أولى، الانفاق الحكومي خطوة أخيرة، لأن بين الخطوتين تعديل سعر الصرف وبين خطوة الانفاق الحكومي يلحق لنا خطوات أخرى فيما يتعلق بموضوع التضخم، موضوع البطالة، موضوع النمو الاقتصادي، وبعدين نحكوا عليه شنو هو الانفاق الحكومي اللي يخلق التوازن بين الثلاثة هذين بالتناغم مع المركزي وبالتناغم مع وزارة الاقتصاد الممثلة في السياسة التجارية. بس بس الموضوع مش بالسهولة اللي متخيلينها، انه عبارة عن بنحط رقم بحسب الارقام الموجودة. يعني احنا تعودنا طبعا في السنوات الماضية ان ثلاث انواع الميزانية، الميزانية المتوازنة ان شن عندك ايرادات عادي حطن انت عندك الميزانية، الميزانية اللي بعجز ان بتحاول تغطي اولوياتك الحكومة ولو بعجز، ميزانية الفائض انك بتحط كيف ما ذكرنا ان عبارة عن ميزانية فقط ما لهاش اي اثار اقتصادية ولو فيه فائض. فللأسف احنا قاعدين في هذه الدوامة وما زلنا قاعدين داخلين فيها، فما نقدرش نحكم على الوضع الحالي اذا كان 111 او 97 او 100 او غيره من الارقام اللي انحطت، هل تراعي في هذه الجوانب ولا لا؟ وقبل هذا كله هل في خطوات متخذة بين موضوع سعر الصرف وصولا الى تحديد اوجه الانفاق وقيمة الانفاق واثارها على البلاد؟ هل في فرق في التعاطي حسب ما تذكر الدكتور فرج بومطاري بينكم وبين وزارة المالية وبين المركز الآن ولما كنت موجود حضرتك؟ يعني نتذكر أنه كان في انزعاج كبير من مصرف ليبيا المركزي بسبب 6 مليار وقتها. نعم والله يا أخي أحمد، أنا نتمنى نتوجه السؤال هذا للمصرف المركزي، وإذا كان تصبر شوية أعتقد أن حتى التاريخ حيجيب لك عن هذا السؤال. يعني قليل من الصبر أو توجه الموضوع هذا للمركز، أعتقد حتجد إجابة وإجابة سريعة. هل تشوف الحكومة يعني أليس من الإجحاف أيضا دكتور فرج بومطاري أن احنا دائما نتكلم عن المشاكل النقدية اللي تخص مصرف ليبيا المركزي فقط؟ أليس الإنفاق وكثرة الإنفاق من الجانب الحكومي أيضا ومشكلة أيضا جزء منها كبير مالي؟ مش كان مفروض لما تغير سعر الصرف كان يكون في إصلاحات مالية مرادفة معاه وبقية إصلاحات أخرى؟ ليش ما صارتش هذه دكتور؟ نعم نتفق معك أن في تقصير طيلة العشر سنوات الماضية، خلينا ما نحصوش في سنة واحدة أو بسنتين أو بثلاثة، لكن التقصير هذا والتراكم اللي وصلنا فيه في مشاكل طيلة السنوات الماضية، في مشاكل الدين العام، مشاكل تركز الديون وتضخمها بالنسبة للجهات العامة، العدالة الاجتماعية، الفجوة في المرتبات، مشاكل الضمان، مشاكل التضامن، يعني نكاد يعني ما نلقاش قطاع في الدولة الليبية ما فيهش مشاكل في بشكل أو بآخر تمسها بشكل مباشر. فالقضية الأساسية كانت كلها، خلينا نرجع لأساس الاقتصاد شنو هو الثلاثة اللي حكينا عليهم، إن تضخم والبطالة والتوظيف، التضخم تبي تحل التوظيف وتبي تحل مشكلة النمو، لأن نحن الثلاثة كسياسات نحكي تجارية ونقدية ومالية نشتغل في نفس الاتجاه،
فما نقدرش انا نجي نقول والله بكره نبي نحل مشكله الضمان، مشكله الضمان تبي زياده 5 الى 7 مليار المرحله الاولى فقط هذه. ما نقدرش نحل مشكله زياده المرتبات في الجداول وننفذ كل القوانين اللي هي موجوده، لان حترقين المرتبات ل 70 مليار اذا كان بالتعاطف مع الناس حنزيدها وبعدين حنزيد سعر الصرف من جديد. فما نقدرش نجي نقول والله نبي نعالج مشاكل الديون كلها بالكامل، وانا عندي مشكله مع المركز انه هو ما يسيرش في هذه القيم سواء احكام قضائيه ولا تعويضات ولا غيره. فهي العمليه ما هيش مساله تمني ولا مساله تعاطف ولا مساله اننا غير بنصبي نقول والله بنقوم بعمليه اصلاح. عمليه الاصلاح عمود الفقر الاقتصادي والدوره الدمويه فيه عند القطاع المصرفي. اذا كان ما صلحتش الدوره الدمويه، اذا كان ما صلحش الوضع النقدي للبلاد، صدقني حنبدا في مشاكل. احنا كان عندنا فرصه تاريخيه في تعديل سعر الصرف، يعني نحكوا على دين عام صفر. يعني الان الدوله الليبيه نحكوا يعني بكل فخر ان الدين العام اليوم صفر يوم تعديل سعر الصرف. كيف هو قبل 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 كم يوم طالع سيد صديق الكبير يقول 270% دين عام عندنا نحكي على دوله ثانيه ما نعرفش اذا كان عنده جنسيه اخرى او عنده ممكن يحكي على دوله ثانيه قلت لك ما نعرفش، لكن دوله ليبيا ما عندهاش دين عام. هو باي لا هو اوكي، لكن لازم لا اللي معروف ان عندنا دين عام، لكن كيف حولت انت اللي صفر؟ ما حتى هي نقطه دين عام طبقا لقانون قانون قانون المصارف يا اخوي احمد ماده 27 تلزم المصرف المركزي انه ياخذ اي فروقات في تعديل سعر الصرف ويطفي بهن الدين العام. معناها لما عدلنا سعر الصرف احنا الفائض اللي انتج عن الاربع جنيه وثمانية واربعين وجنيه ونص هذا كان مشى لإطفاء الدين العام و 30 مليار دينار بالضبط. معناه بهذا الكلام الدين العام تاعنا قانونا صفر. نعم الدين العام صفر، لكن في كلام اخر في دكتور فايد فرج في الحكومه ان تستعمله. لكن في كلام في فائض الحكومه ان تستعمله والفائض هو اصلا فلوس الحكومه، لكن قبل ما تمشي تمسها الحكومه مفروض تمشي لإطفاء الدين العام. لكن في كلام اخر يقول ان اللجنة اللي غيرت سعر الصرف هذه دارتها سعر تزاحفي وما قالتش ان هذا هو السعر التعادلي اللي مفروض نعدلوا عليه ونقيموا به اصولنا وما الى ذلك، هل تتفق مع هذا الكلام ايضا؟ نعم. هو يفترض اصلا من البدايه ما كان في خلاف عن موضوع السعر التوازني وان سعر الصرف لازم يتعدل عن مستوى معين من 3 الى 3.5 دينار، وكلنا يعني كلنا نتوقع انها تكون في هذا المستوى، يعني لانك تحكي علي عن المواطن الليبي يعني عن الامرين في موضوع التضخم وموضوع زياده الاسعار. لكن كلنا نتوقع ونترقب ان يكون سعر الصرف بين السعرين هذين. فاللي سمعناه ان المقترح اللي قدم كان اكثر بكثير حتى من الوضع الحالي، يعني كانوا مقترحين ممكن اكثر من 5 دينار واكثر من 6 دينار لسعر الصرف. فتم رفضه ومعارضته من قبل بعض اعضاء مجلس الاداره، وفي الاخير يعني وصلوا لحل وسط اللي هو 4.48، لكن للاسف ما لقيناش اجابات مقنعه علي هذا السعر، سواء انك حطيته عالي تبي تنزل به او يعني تحت اي ظروف يعني ما عادش تتحمل بالنسبه كظروف اقتصاديه. وكان يفترض انه يلتفتوا لخبراء اقتصاديين اللي كانوا يحكوا على مستوى سعر صرف بين 3 الى 3.5 دينار. فحتى لو حكينا على سعر صرف توازني المركز يقدر يعدل الفارق في تعديل سعر الصرف عند المستوى التوازني، وبرضك حيكون ديننا العام صفر اذا كان افترضنا ان السعر التوازني 3 أو 3.5 دينار. فتحكي على احتياطيات اكثر من 70 وتحكي على ذهب مقوم بقيمه تاريخيه، فبالتالي باعتقادي ان الدين العام برضه في هذه الحاله حيكون صفر. حتى لو كانت مثلا 3 دينار امتى مفروض يغير سعر مصرف ليبيا المركزي سعر الصرف دكتور من وجهه نظرك؟ والله يا اخي احمد قلت لك هو لازم يشوف محددات الاقتصاد الكلي قبل ما يقوم باي خطوه. ما هيش مساله انه بنقول والله انا كم عندي انفاق وكم عندي دولار نضرب نقسم الانفاق على الدولار ونطلع سعر الصرف، ما هيش بالطريقه هذه. فالمساله مساله اكثر تعقيد، يعني انت كم تبي تخلي السعر التوازن اللي عنده الاقتصاد يخلق نوع من التوازن، الحكومه بامكان ان هي تنفذ برامجها، الانفاق الحكومي بامكان انه يساهم في بشكل او باخر في اعاده هيكله نفسها. نحن وصلنا لمرحله ان يعني لو قلنا مثلا 3.5 دينار كنا نتوقع ان يكون في زياده للانفاق التنموي فوق ال 10% على الاقل الى 15%، كنا نتوقع ان يكون فيه انخفاض لنسبه المرتبات، يكون فيه يعني قدره اكبر للحكومه ومرونه اكثر في 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 التحرك وفي
خلق نوع من الاستقرار الاقتصادي. لكن للأسف كيف ما قلت لك إن نعاود من جديد، ما نعرف شنو هي وجهة النظر الحالية، هل فعلا عندهم برنامج، هل فعلا يفكروا بالطريقة هذه، هل فعلا عندهم أي خطوات عملية. أثرت المقصة، أثرت المقصة في هذا يعني السياسات النقدية السيئة اللي وصلنا لها، هل من ضمنها إقفال المقصة دكتور؟ والله كيف ما ذكرت، هو راه القطاع المصرفي كله بالكامل متضرر نتيجة العديد من السياسات. يعني خلينا نقول لك أن الدورة الدموية تبدأ عند المركز وتنتهي عند المصارف التجارية بالنسبة لي الوضع الاقتصادي بالكامل. يعني واحدة من المشاكل اللي مسببتها يعني موضوع المقاصة، موضوع قطع الاعتمادات من المصارف اللي واقعة في المنطقة الشرقية، مسألة سهولة التجارة، سهولة تحويل الأموال، العديد من القطاع يعني شركات القطاع الخاص تضرت بشكل كبير. ولكن للأسف ما عندناش بيانات، يعني كلامنا كله بناء على يعني استطلاعات وبناء على محادثات شخصية مع بعض التجار، مع بعض رجال الأعمال، سواء اللي حولوا مشاريعهم وحولوا شركاتهم لمناطق أخرى أو تضرروا وما قدروش يمارسوا ويستمروا في عملهم التجاري. فهي قضية راهو نحن في الاقتصاد الليبي نعانوا من مشكلة نقص البيانات باش نقدر نحكوا على المواضيع اللي مثل هذه. فمن الصعب نقدر نحكم لك يعني بشكل مطلق، لكن لما نجي نشوف مثلا بيانات الاعتمادات على سبيل المثال، فيهم بعض المؤشرات الخطيرة اللي تقول ان فيه مشكلة حقيقية في موضوع توزيعها، في موضوع تخصيصها ولمن تذهب الاعتمادات. يعني نلاحظ ان بعض التجار تلقاه انه واخذ اعتمادات اكثر من اعتمادات اللي متحصل عليه المصرف التجاري في المنطقة الشرقية بالكامل. موضوع ماهوش سهل يا اخي احمد، ويحتاج للوقوف عنده، ويحتاج ل يعني مراجعه دقيقه لاسبابه ومسبباته ولاثاره وابعاده. فاتفق معك ان موضوع المقاصة احد هذه الاسباب، احد هذه المشاكل قصدي اللي موجوده ومسببه ازمه. والازمه هذه قاعدين نشوف فيها كل يوم في اكثر من شيء، اخرها موضوع الاعتمادات المستمدين. بس المشكلة اليوم عشولت بس في المصارف في المنطقة الشرقية، ولت في كل في ليبيا. بالعكس ممكن المنطقة الشرقية المصارف بين بعضها يقدروا يحولوا كميات أموال كبيرة قبل ما تنعطى 10 مليار تو، هذه اللي حلت جزء من المقصة. طرابلس ما كنتش تقدر تحول حتى 10,000 دينار بين بعض المصارف، يعني أثرت بشكل عام. دكتور نحن تفضل دكتور. نعم تفضل. قلت لك شنو اهم المشاريع اللي 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 تركتها كانت واقفه على الاكمال؟ يعني حضرتك في واحد من اللقاءات معي ذكرت عليه مشاركه مع اليوس ايد، وكان في منظومه مرتبات بالابلكيشن تقدر تشوف مرتبك، كان في جدول المرتبات جديد، كان في مجموعه مشاريع. شن صار فيها هذه المشاريع؟ يا ريت تسمي لي اهم المشاريع مثلا قبل اللي كنتوا واقفين عليها وتشتغلوا معها خصوصا مع اليوس ايد. والله هن عدد مشاريع، لكن لو نجول الرئيسيه اللي فيهم طبعا الخطوط العريضه اللي فيهم، كان المشروع الاول اصلاح الماليه العامه، وخذنا فيه خطوات يعني كبيره جدا. كان عندنا فريق يشتغل محلي من وزارة المالية نفسها بقيادة دكتور صديق الشايبي ومجموعة ثانية من وزارة المالية وبمساعدة بعض الخبراء، وقاموا بإعداد مسح كامل لوزارة المالية بدليل إجراءاتها بعملهم بالخطوات بكل شيء. وتم إحالة هذا العمل لبعض الخبراء في USAID ليش يرجعوه، ليش نمشي لمرحلة إعداد دراسة الموظفات ومن ثم تعاقد على منظومة اللي هي حتساعد على تقليص الفساد وتنظيم العمل داخل الوزارات والهيئات العامة المورة من خلال العامة. المشروع الآخر اللي هو مشروع كان موضوع المرتبات، استكملنا المرحلة الأولى فيه اللي هو تطبيق 260 سميناه، لكن للأسف تم إيقافه في آخر أيام قبل ما نسلم وزارة المالية من قبل الرقابة الإدارية لأسباب نجهلها. المشروع المرتبات نفسها يعني كان يعني نتيجة جهد ومراحل مختلفة بدأت 2019، وكان في أكثر من شق. الشق الأول شق المنظومة، الشق الثاني شق التطبيق اللي كان يحاول يخلصوا به الفساد اللي قاعد، الشق الثالث الخاص بموضوع الجدول المرتبات واللجنة القائمة مع صندوق مع USAID مع مجموعة من الخبراء. فهذين الجوانب الخاصة بالمرتبات.
فالمشروعات هذه طبعا ما عندي شيء معلومه واضحه عن استمرارها من عدمها، فما نقدرش نقول لك يعني شنو المراحل اللي وصلتها. المشروع الاخر الثالث الاكثر اهميه موضوع الاقتصاد الختامي، كيف ما تعرف ان في مشكله حقيقيه عندنا في متابعه المشاكل في الحساب الختامي والفساد وغيرها اللي تم طيله العشر سنوات الماضيه نتيجة عدم اقتصاد الحساب الختامي. أخر حساب ختامي لما استلمت كان 2008، فكرنا 2009 2010 وصلنا في مرحلة السنوات اللاحقة وضعنا مجموعة فرق، كل فريق واخد سنتين، خمس فرق أعتقد، وكل فريق واخد سنتين من السنوات المالية ويحاول كيف يدخل البيانات، ومن ثم نحاول كيف نقص هذه السنوات سنة تلو الأخرى. فنسب الإنجاز فيها كانت يعني مقبولة إلى نوع ما لما بدينا فيها، ما نعرفش اذا كان حتى هو مشروع استكمل ولا لا، بالاضافه لبعض المشروعات الاخرى اللي هي ضمن الاتفاقيه اللي وقعت مع اليوسايد. موضوع الدعم واستبداله دكتور فرج بومطاري، يعني اليوم انت مش وزير خلاص، يعني بنرجع نكلمك كدكتور فرج بومطاري، احكينا الواقع، هل انت مسكت وزير ماليه واقتصاد يعني وقعدت اكثر من سنتين في 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 الوزاره، هل ملف الدعم ملف مخيف مش قادر يواجه المسؤول الليبي رغم وضوح نهايه النفق ليه؟ ليش ما يعني انا مره نذكر مثلا الدكتور محمد بوسنانه في مصرف ليبيا المركزي قال ليش ما تصرش على استبدال الدعم او حل مساله الدعم زي ما تصر على تغيير سعر الصرف؟ هل هذا يعني يعني كلام في جزء من الواقعية؟ هل حضرتك واحد من الوزراء اللي خافوا من مسان هذا الملف دكتور؟ أم المعالجة متاعة قاعدة مش واضحة؟ الموضوع هذا في له بعدين يا أخي أحمد. طبعا الموضوع سعر الصرف مختلف فيه الظروف، ولأنه جاء نتيجة يعني تدرجية بدأت من 2014 بدأت يزيد سعر الصرف شيئا فشيئا، وما جاش مرة واحدة، وجاء نتيجة ظروف كل الناس تعرفها، فلات النفط، تأثر الاحتياطيات، الحروب اللي صارت. القضية الأساسية خلينا نعترف بها من البداية أن المواطن ما عاش عنده ثقة في الحكومة، خلينا نتفقوا فيها علي 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 هذه النقطة من البداية باش نقدر نعالج باقي المشاكل اللي هي قاعدة قائمة. فأي حكومة تبي تدير أي برامج لازم ترجع الثقة للمواطن الليبي أن هي قادرة، أول حاجة أن تحل مشكلة الدعم، ثاني حاجة أن تحل مشاكل المواطن قبل ما تحل مشكلة الدعم. لأن نحكوا على 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 وضع الحالي بالنسبة لي هيكلية الأنفاق ووضع المواطن الليبي وضع مزري جدا في ظل ظروف مزرية، ونحكوا على السنوات الأخيرة يعني من حرب لحرب لكورونا لتعديل سعر الصرف دون وجود أي حلول حقيقية بالنسبة لي الدخل الحقيقي للمواطن الليبي. ف ليش يعني ما فكرناش حتى باي نبدو من اهل الجنوب، اذا كان مثلا اهل الشمال في ليبيا راضيين بهذا الموضوع، ليش مثلا اهل الجنوب ما اعطناش البدل متاعهم؟ لان مش قاعدين يستفيدوا من هال يعني في عدم تساوي بين المواطنين الليبيين دكتور فرج، والمشكله نعم. قاعد تتعمق وتزيد يعني مش تنقص سنه بعد سنه. موجود يعني تحكي على المياه وتحكي على النفط وتحكي على الموارد، يعني اغلبها موجوده من جنوب وجي للساحل، لكن تحكي على الكثافه السكانيه والهجره اللي صارت والتكثف السكاني اللي صار كله صار على الساحل وصار في المنطقه الغربيه، فبالتالي خلق نوع من الراحه بالنسبه للي قاعدين في الظروف الحاليه، مش من راحه يعني بمعنى انه مرتاح للضغط الحالي، لكن يعني الحل الوحيد اني ما عنديش ثقه في الحكومات اللي جات، فبالتالي خلي كل شيء زي ما هو لما تجي حكومه منتخبة تحل المشكلة هذه بشكل جذري، نحاسبوها إذا كان أخطأت، والموضوع يتم معالجته بشكل منهجي وبشكل علمي. مش دكتور تتفق معي أن كل سنة ندفه في هذه المشكلة تزيد تتعمق أكبر وتكتر وتكبر أكثر وتبدأ حلها أصعب دكتور؟ معك، هو طبعا المشكلة هذه كانت بتحكي على المشكلة نفسها لها أكثر من 40 ولا 50 سنة، صحيح، مش على المشكلة لها 10 سنوات فقط اللي الماضية. وخلينا نقول لك هو لما تحكي على موضوع الدعم نفسه واجدين يعني قد لا يعرفوا ان الميزانيه يعني 70 او 80% منها دعم، لما نجي للصحه يعتبر دعم، لما نجي للتعليم يعتبر دعم، لما نجي للاعلام يعتبر دعم، لما نجي للرياضه يعتبر دعم. الدعم ما هوش اللي موجود في الباب الرابع فقط، لكن اي شيء تدفع فيه الحكومه لتقديم خدمه معينه بدون مقابل يعتبر دعم. فالاشكال اللي قاعد قائم الان مشكله توزيع اموال، يعني
اللي قاعد عندنا ان مكدسين كل الاموال كلهم بشكل مرتبات، ندفع فيهم بشكل مرتبات، ول2 مليون و300 الف موظف. ال2 مليون و300 هذول ممنوع عليهم من يمارسوا اي نشاط اقتصادي، فبالتالي ما يدفعوش اي ضرائب، فزاد اقتصاد الظل. اذا كان اي شخص قاعد ياخذ 450 يمشي يدير نشاط تجاري، نشاط تجاري يديره في الظل، ما هوش مسجل في 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 سجل تجاري، ما عنداش ملف ضريبي، ما يدفعش في ضمان، ما يدفعش في ضرائب، ما يدفعش في شيء، فبالتالي قاعد عندنا اقتصاد موازي للاقتصاد الليبي نتيجه التصرفات الخاطئه هذه. فلما جيت حل الموضوع ببساطه جدا، نحن اللي مخلقين الازمه ونحن اللي مسببين الازمه هذه. لما تقول لي في 2 مليون و300 الف موظف، لما تقول لي في 400 الف او 200 الف ممكن يوصل ل 400 الف، لان الان برنامج الغذاء العام قاعد يدفع ل 600 الف، يعني دفع لي حوالي 400 الف او 500 محتاجين لاعانه اجتماعيه من تنظيم التضامن، 600 الف في الضمان، 3 مليون ونص صفر يتقاضوا في علاوه الابناء، فتحكي على 6 مليون و800 الف تقريبا الشعب الليبي كله، ما زال 200 الف ونبدو كلنا ناخذ من الحكومه فلوس، كلنا قاعدين ناخذه. فهي الاشكاليه، انا اشكاليه اعاده توزيع الاموال هذه، ضيف عليها هنا اموال الدعم سواء اللي موجوده في الباب الرابع او اللي موجوده في الصحه او اللي موجوده في التعليم. فلا يمكن ان نحل المشكله بمجرد ان تقول لي والله ارفع سعر الوقود، والله عدل تعريفه الكهرباء اللي هي اصلا ما يخلصش فيها حد. بالنسبه للخدمات الحكوميه سواء الكهرباء ولا المياه ولا غيرها من الخدمات الحكوميه، الاغلب يعني ما يخلصش فيها نتيجه اعمال ونتيجه تقصير حتى الجهات هذه، في عدم ترتيب العدادات، في عدم الحث على الجبايه. فالازمات هذه كلها خلقينا نحن بروحنا نتيجه يعني عدم التفكير في الموضوع وتشخيصه بطريقه سليمه، لان نص الحل هو التشخيص السليم. فانا مانيش متخيل يعني ان تقول لي والله مثلا بنرفع سعر الوقود حيحل المشكله في 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 الدوله الليبيه وحيوفر عليها اموال. يعني الموضوع ماهوش مجرد رفع دعم على الوقود وزياده سعره باش نوفر اموال للخزانه، ليش اللي بندير بيه الاموال هذه في الخزانه العامه؟ كيف اتاكد انه راح يزيدوا بيهم تعيينات، حيزيدوا بيهم مرتبات، وحيزيدوا بيهم علاوات؟ فالموضوع طالما هي موجوده الحكايه في فوضى وما فيش رؤيه متكامله للحل بشكل كامل، عارفين ان كل قرش بيرفعوا عليه الدعم عارفين وين بيمشي وكيف بيمشي، فعدى ذلك راه يعتبر ضرب من العبد، وصدقني مش حنوصل لحل، حنبدا نراكمه في المشاكل تلو المشاكل، حيبدا الموضوع معقد اكثر ومتشابك اكثر. طيب هو انا ما نبيش نخوض في الموضوع هذا طويلا معك لان عندي مواضيع اخرى. دكتور فرج، يعني عرف عليك ان يعني انت المسؤول الاول وربما تكون الوحيد اللي مشيت تجري مثلا لهيئه مكافحه الفساد ودرت ذمه ماليه، ما سمعناش عليك، لكن ديوان المحاسبه طلع تقرير مش ولا بد لوزاره الماليه، يعني واحده من الحاجات مثلا العطاءات العامة، ليش ما درتش عطاءاتك على العامة دكتور؟ ليش تكليف مباشر؟ حاجة تانية المزج بين بين فاتورتين ديروا في فواتير كبيرة مثلا تجزئوا فيها بالعاني، تهرب من ديوان المحاسبة، كيف ترد على هذه المواضيع وغيرها؟ يعني كثير من الملاحظات الحقيقة. هو إذا كان تبي تحدد السؤالين هذين أو تبي بشكل عام، بالنسبة للتقرير بشكل عام أعتقد أن ديوان أهمل العديد من المراسلات اللي خطبنا به ديوان المحاسبة كردود على هذه الملاحظة. أنت أعطيت مثالين عن موضوع التعاقد في أعتقد في موضوع المنظومات الخاصة بالمالية العامة ومنظومة المرتبات، والموضوع عدم وجود عطاء في موضوع منظومة المرتبات الأولى اللي تمت 2019. نعم. أنا نحكي لك على الظروف اللي تمت فيهن واللي شرحناها لديوان المحاسبة في وقتها وشنو اللي المشاكل اللي واجهتنا. لما جينا في 2019 أنا توليت وزارة المالية في نهاية 2018. تفاجأ بشهر 12/2018 ديوان المحاسبة أصدر منشور بعد 4 أو 5 سنوات يقول رفعت الرقابة المصاحبة عن المرتبات ويرجع هذا الموضوع لوزارتين المالية والعمل. يعني موضوع بحجمه كبير جدا، عشرات الآلاف الموظفين مش مفرج عن مرتباتهم، تراكم في مستحقات المالية التسويات السابقة، مشكلة راجعين من الخارج، ومشكلة أشخاص ما درجش في هناك السابق وسقطوا سهوا، كان في حقوق ضايعه وكان في مشاكل متراكمه، وما كانش قدامنا حل ان نعجله بموضوع ايجاد حل سريع ومؤقت، خلينا نقول لك بين قوسين، لاعداد منظومه سريعه تستوعب هالاعداد باش نحاولوا كيف نعالجوا مشاكلها. فخطبنا وزاره العمل يعني حوالي 4 أشهر من شهر 1 لشهر 4 ان هي تولي هذا الموضوع، ان هي تشد هذا الملف، لكن للاسف رفضت. وفي اشاره طبعا في تقرير ديوان المحاسبه للاسف يقول ان وزاره الماليه تعدت على اختصاص وزاره العمل، بالرغم من عندنا 26 مستند احلت شخصيا لديوان المحاسبه نشرح فيه هذا الموضوع
وخلفياتها من شهر 1/2019، وأن وزارة العمل هي من تنصرت من المهام وليس وزارة المالية من تعدت عليه اختصاصات وزارة العمل. فاضطرينا أن ندخل في موضوع الإفراجات، اضطرينا ندخل في موضوع التسويات، اضطرينا ندخل في الموضوعات هذه كلها، بالرغم من أن الموضوعات هذه طبعا يا أخي أحمد موروثة. الموضوع هذا كان عندي وأنا محاسب لأربع سنوات أو خمسة، ورثناه وحاولنا كيف نعالجوه. باي ما جتكمش مراسلة من الديوان باش تردوا على كل هذه النقاط دكتور فرج بومطاري؟ نعم ما جتكمش. في العادة ديوان المحاسبة يبعث في هذه الملاحظات للجهات الأخرى باش يتم الرد عليها، وصلتكم انتوا النقاط هذه وصلتكم باش؟ نعم نعم نعم، في اجتماعات رسمية وفي مراسلات وردينا عليهم، وعندي مذكرة فيها 26 مستند يعني أحلتهم بالكامل بخلفياتها من شهر واحد، بالرغم من فيه صور لديوان المحاسبة لكن أحلتهم من جديد. 26 مستند رسمي موثق فيه الخلفيات بالكامل، لأن ليش وزارة المالية دخلت في هذا الموضوع بالرغم من عدم اختصاصها من طيب. من الأساس نحن دخلنا لأن ما فيش وزارة خدمة مدنية، دور وزارة العمل ما فعلش في هذا الموضوع، فتولينا هذا الموضوع وحاولنا نحلحلوه. ولما أفرجنا عن 64,000 موظف طلعت ملاحظة سلبية علينا أن نحن أفرجنا عليه 64 ما عندهمش ملاك وظيفي، ومع أني طلعت في الإعلام وقتها وصرحت قلت أنا مخالف، لكن هؤلاء الأشخاص يستحقوا الإفراج، عندهم أحكام قضائية صدرت البعض منهم ومضطرين نفرج عليهم بما توفر إلينا من رصيد في تلك الفترة. وبالفعل ما توفر إلينا من رصيد قمنا بالإفراج به عن المرتبات، والباقي قاعد معلق وكتبت لنا ملاحظة في تقرير ديوان المحاسبة. الآن الموضوع الآخر تجزية العقود اللي ذكر في تقرير ديوان المحاسبة، الموضوع هذا فيه رد أكثر من مرة وحتى في اجتماعات رسمية في مراسلات أن العقدين ما لهمش علاقة ببعضهم. طبعا أن العقدين مع شركة تطوير هي تتبع صندوق استثمار الداخلي وتم يتبع مصرف مركزي ومؤثر بيد الاستثمار، فهي مؤسسة عامة عندها شغل مع الأحوال المدنية وعندها شغل مع بعض الجهات العامة الأخرى. ما نجحتش في كل أشغالها، نجحت فيهم عملت شغلها بشكل كويس دكتور معاكم تطوير منظومة المرتبات. في العقد الثاني مدير مشروع للمالية العامة، فهن منظومتين مختلفات، مشروعين مختلفات، ما لهنش أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد ببعضهن، فبالتالي ما كانش في حية يعني حجة بالنسبة لي أن ينجز عقد باش نتهرب ونتهرب مع شركة عامة، يعني مش مع شركة خاصة إذا كان في أي شبهة فساد أو أي تهرب من ديوان المحاسبة. فبالتالي الموضوع كان بهذا الشكل. طيب. قد يكون الفريق اللي عد التقرير ما عندهش خلفيات كاملة، لأن تحكي أخي أحمد تحكي عليه أكثر من سنتين، نحكي من 2000 ونهاية 2018 إلى نهاية 2020، فتحكي على أكثر من سنتين، فملومش الفريق اللي عد التقرير، لكن أعتقد أن التقرير هذا قابل للرد عليه إذا كان وزارة المالية ترى ذلك، توضح ما تم من إجراءات والخلفيات، وهذا هو الهدف طبعا ديوان المحاسبة وهدفه أولا وآخرا أن إذا كان لقى غلط يبلغ به الجهات التشريعية، وصورة منه لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يكون بتعديل هذه الملاحظات، وإذا كان تم تعديلها ببساطة تدخل لديوان المحاسبة أنه تم تعديلها وتم تلافيها في التقارير اللاحقة. حنقرأ لك أحد باراجراف من التقرير. ايضا غياب التنسيق بين كل من قسم التفتيش ومتابعه باداره المراقبين الماليين واداره بالوزارات فيما يتعلق بمتابعه اقفال واحاله الحسابات الختاميه للسفارات الليبيه بالخارج لمخاطبه المراقبين الماليين بالمخالفات والملاحظات في حينها، التي يعتبر في من صميم اختصاص القسم المشار اليه في قرار تنظيم الداخل وزاره الماليه. دكتور فرج، المراقب المالي هذا يتبع لك انت، وهو اول سد للفساد، وكأن لا يوجد عندنا مراقبين ماليين دكتور، حاشا القلة القليلة يعني، البقية كأن لا يوجد هذه الوظيفة، وين دور مراقبينك الماليين دكتور فرج في فترة ولايتك؟ أخي أحمد ما نتفقش معاك في موضوع أن مسؤولين عن الفساد وأنه عم دائرة الفساد، لأن ببساطة جدا لا هم أول سد للفساد مفروض يكون. خلينا نقول لك المراقب مالي لا يعد المعاملة، ما يعتمدهاش، ما يتحققش منها في المراحل الداخلية في الجهة العامة، يأخذوا في دورتهم كاملة من إعداد، من مراجعة داخلية، من غيرها، في الأخير يجي لي المراقب المالي الإذن بالفرق. نعم. فاللي صاير في ليبيا طبعاً احنا خلينا نميزوا بين حاجتين، في فساد وفي سرقة، وراو الفرق بيناتهم كيف الفرق بين السماء والوطن. اللي صاير في ليبيا اليوم اللي صاير سرقة وليس فساد، يعني الفساد انك تجي انت عندك عقد بمليون تبيع 1,200,000
لكن عقد مليون الديره ب 10 مليون وتاخذ الفلوس وتهرب، سامحني هذه ما هيش فساد يعني. صريح. خلينا نتفق في البدايه على هذا المفهوم. شنو اللي خلى الموضوع انه يكون في فساد بالطريقه هذه، او عفوا سرقه بالطريقه هذه؟ سهوله، لان في تساهل في النظام النقدي، في سهوله في تحويل الاموال، في سهوله للهروب للخارج. فبالنسبه لي انا مسؤول عن الداخل، حركه الاموال للخارج ما هيش مسؤوليه وزاره الماليه ولا مسؤوليه المراقب المالي ولا مسؤوليه رئيس الجهه. مصرف ليبيا المسؤوليه الاساسيه للسلطه النقديه اللي هي مسؤوله عن الرقابه على النقد الاجنبي ومحاوله ضبطه وعدم اخراجه خارج المنظومه المصرفيه وخارج المنظومه الرسميه تحت رقابته وتحت اشرافه. فدي صاير اليوم في ليبيا انك بمكالمه هاتفيه يعني في اي وقت تقدر تحول حتى مليار صح بكل سهوله. صح بكل سهوله. الموضوع هذا يعني من نادر تلقاه في اي دوله اخرى، خلينا نقول لك من النادر انك تلقى في دوله اخرى السهوله والمرونه هذه. يعني انت لما تجي في بعض الدول حتى فتح الحساب يعني تواجه صعوبه فيه، مش تحويل الاموال او تبادلها خارج المنظومه المصرفيه. فالموضوع هذا طبعا كيف ما ذكرت لك المراقب المالي في حل منه، لان موضوع يعني متكامل الاركان. في بعض الاحيان تتم السرقه حتى بدون المراقب المالي، يتم سطو على حسابات، يتم تزوير مستندات على المراقب المالي ويريح المراقب المالي ضحيه لهالتزوير. فالعمليه مساله التعميم ومساله يعني الاجحاف في حق المراقب المالي نرى انها ما هيش في محلها. نرى ان المراقب المالي بالرغم من محدوديه الامكانيات، بالرغم من انخفاض مرتبه، بالرغم من عدم الاهتمام به لسنوات، قائم بدوره وقائم بعمله على اكمل وجه بالنسبه لي انا كوزير ماليه في ظل الظروف اللي هي موجوده. خلينا نقول لك ان لازم يعني نراعي ان ما عندناش منظومه متطوره، ما عندناش علاوات يعني معقوله تكفيه في 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 عمله. فدون ذلك الموضوع راهو ضرب من العبث. وخلينا نقول بصراحه حتى الموظفين الجهات العامه لا يحرس المائده جائع. يعني لما جيت شخص جائع وتحط قدامه مائده فيها ملف بطاطا وتقول لي والله بيحرس هذه المائده، موضوع صعب. من اضعف يعني المرتبات، مرتبات المراقب الماليين، يعني ساهمنا في خلق هذا الفساد. يعني تضطر الشخص انه هو بيتجدد، تضطر الشخص انه هو بيسرق في بعض الجهات العامه بغض النظر عن وجود مراقب من عدمها. وزيد على ذلك ان سهلنا له عمليه تحويل امواله والهروب به من الخارج. فالموضوع موضوع معقد ومش يعني الحديث عنه بهذه الكثيره. دكتور فرج، ربما يعني كمحاولات وكدراسات وكعمل اشتغلت، وانا اشهد على هذا الحقيقه. فتره ما كنت وزير ما نقدرش نشكرك هذاك الوقت، لكن تو نقدر ناخذ راحتي. ورجل الحقيقه اشتغلت بكل مهني كل ضمير. شنو الاكبر عائق كان موجود قدامك باش تكون تنجز اكثر دكتور؟ لان يعني في الاخر الناس ما تشوفش في شيء، ما تشوفش في فرق كبير. اليوم حتى موضوع مثلا اللي حطيتوه انتو، موضوع مثلا اللي خططتوه له انتو، مثلا صرف العلاوة الأسرة جاي على غيركم، لم ترتبط فترة الدكتور فرج بومطاري بشيء سعيد مع المواطن الليبي. شن أكبر العقبات اللي كانت تواجه فيك لما كنت وزير مالية خصوصا، مش حتى اقتصاد دكتور فرج؟ هي المشكلة اللي واجهتني هي مشكلة اللي أعتقد موجودة طيلة السنوات الماضية، هي مسألة الاستقرار. وطبعا ما نخفيش عليك أنه كان خوف متولد عندنا، وكان يعني مسبب مسألة أحباط كبيرة جدا لأي موظف بيتعامل معه، لأن كان دائما السؤال اللي يتكرر شنو يضمن استمرارية هذه الأعمال. يعني تحكي عليه مثلا المجهود اللي قاموا به في إصلاح المالية العامة، تحكي الخلاصه فقط اخي احمد، تحكي 800 صفحه، هذه الخلاصه طبعا نحكي لك بتاع اصلاح الماليه العامه. فلما تقول لي قاعد نشتغل انا في شغل 800 صفحه، وبالمناسبه الشغل هذا اشتغلوه حتى من قبل 2014 جزء منه. فاي شخص تبي تتعامل معاه في 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 اي مشروع اصلاح في الاجهزه الحكوميه الليبيه، دائما السؤال اللي يتبادر بذهنه شنو يضمن استمرار هذه الاعمال. فمساله الاستقرار كانت بالنسبه لنا عائق كبير جدا، استقطاب الكفاءات وفي اقناعهم ل يعني استكمال المشاريع الموجوده في وزاره الماليه. فكان بعض الاشخاص تلقانا مكلفين بمشروعين ثلاثه نتيجه يعني المشكله هذه. ويعني انا اتفهمها وعشتها، والان قاعدين نشوفه فيها مطبقه فعليا. يعني ان بعض المشروعات يعني ماتت كليا وما عادش سمعنا عليها. يعني اصلاح الماليه وكل البرامج اللي كنتوا تشتغلوا فيها كلها وقفت دكتور.
ما نقدرش نقول لك كلها لأن ما عنديش خلفية للأمانة يعني. لكن يعني بنلمس فيه الآن موضوع مثلا الإصلاح المالية العامة، كان يفترض أن يكون في نقاشات ويكون في ورش عمل، لأن المرحلة اللاحقة لموضوع المسح وموضوع كراسة المواصفات حيكون في مفروض ورش عمل، ما نعرفش يعني هل في شيء قاعد قائم ولا لا. هذا يعتبر أهم مشروع استراتيجي بالنسبة للدولة الليبية كمشروع. مشروع المرتبات كذلك، منظومة المرتبات، الابليكيشن الخاص بالمرتبات تطبيق 260، يعني شنو حجة انه ما يطلعش؟ هو يعني قاعد جاهز للتحميل على منظومة الهاتف بيش يتم استعماله وتحميله من قبل المواطنين وتحقق مرتبات. فتساؤلات كبيرة يعني بقول لك. مشروع الجمارك اللي هو الأسيكودا وغيرها من الموضوعات اللي هي ما عندناش عليها خلفية يعني. CTN اللي وقفوه وغيرها من الإجراءات الأخرى أيضا. دكتور فرج بومطاري أسعدني جدا الحقيقة تواجدك معاي، إن شاء الله تكونش المرة الأخيرة اللي تتدخل فيها معاي. دكتور فرج بومطاري وزير المالية السابق بحكومة الوفاق الوطني، أشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتي. أشكركم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. نلتقي معكم الحلقة المقبلة بنفس التوقيت في أمان الله.